اما شي واحد تبان لك صايك شي طوموبيله ولا ساكن في شي حاجه، هذاك راه يعبد. يا باش نتفقوا الاخوان مزيان، الا كان داكشي كيشكل واحد 10%، الا كثر من داكشي اللي عنده راه مزيان. اما الا كان داكشي هي دايرو تيخلص عليه الكريديات ودايرو كريدي وكيتقاتل عليه وكيتقاتل على قبله، ولا يلاه فهمتي دخل شي فلوس ومشى، بحال واحد الدري صاحبي كيدخل شي فلوس مشى شرا البورش كاين، بقى مرتبط فهمتي، ابخي تزادوا عليه المصاريف، ابخي ولا بقى بنص الثمن المشاكل. شوفها الاخوان، ما عمر تربط راسك بالماده، ما عمر تربط راسك بالماده. راه احسن حاجه في الحياه، احسن حاجه في الحياه ممكن توصل لها وتعيش حر، راه ماشي تسوق طوموبيله ولا. راه عندي طوموبيله في المغرب الحمد لله وخليتها، عندي التزامات في المغرب وخليتهم، عندي ممتلكات في المغرب وخليتها. احسن حاجه الاخوان راه هي تعيش حر، راه ماشي هي عندي وعندي وعندي وعندي. افاك شنو عندك، راه يكون اللي عندك وتعيش عبد راه خايبه. احسن حاجه هي تعيش حر الاخوان فهمتي. وليد اخاي وليد، ما عندي ما نقول اخاي وليد بن واحد الله يحفظك. راك يوميا، راك يوميا في اللايف، صباح النور. هي الشيف الاخو، انا ماشي شيف، انت هو الشيف. انا بحالي بحالك ولا انا اقل منك كاع انتي. صباح النور زكريا عمر، انا الشيف كتفيق بكري اخويا. ويا اخويا كنفيق مع 5 الصباح، ما كنت كي كنوصل هنا كندير اللايف، قلت اليوم فهمتي نوصل ندير واحد 20 دقيقه ديال الميديتيشن، كنت ندير هذا ترجع، ولكن بلا ما نديرها في الدار. الدار سيميو كاين مناظر زوينه في الطريق، الواحد يوقف يدير فيها اي جلاس مع راسو فهمتي، ويوقف التفكير ديالو وما يفكر حتى في حاجه في واحد 20 دقيقه. اوب عاد دار لي القلق هاد الصاك هذا اللي جايب معايا، ماشي تسمع الصاك عير سويك اش كيبان عير غير تنز في قرعه ديال الماء وفوط. ندوزو نبداو الاخوان الاجوبه، نبداو بالاخ الاولاني نحيدو هو الاول، الاخ اللي موت طاف والجميع الموت طافين، ومنهم صحابنا بزاف ومنهم اللي صحابنا وكان في الوظيفه وخلاها. خويا بقى في الوظيفه، ما تخرجش من الوظيفة ديالك جامي فهمتي، جامي تت هاني جايك، ماشي جامي يعني غتبقى فيها حياتك كاملة. و فغيمون راني غادي نكون دويت في اللايف الثاني ولا الثالث على الوظيفة بزاف، تعيقت كاع ما يبقى فيها. تو كان تولي تصور، تو كان تولي تدخل الدوبل ولا التريبل ديال داكشي اللي كتدخل من الوظيفة بادي كاب، تولي تدخل من الوظيفة الدوبل ولا التريبل، وتشوف راسك بلي راه ستابل، وتبقى واحد 3 موا فهمتي، واحد 6 موا وانت كتدخل عاج. ولا احسن حاجه، هي احسن حاجه، احسن حاجه الدراري. بالمناسبه انا واحد التعريف البارح ذكرته من واحد الكتاب، ابي الغني ابي الفقير، قال لي شنو هي الثروه، شنو هي الثروه. الثروه راه ماشي هي الاخوان تكون عندي، راه غنعطيك انا او بزاف الامثله. غتمشي الاخ الاخوان للمحكمه، غتمشي للمحكمة تشوف داكشي اللي كيتسيزا، تشوف داكشي اللي كيتسيزا. غادي تلقى في السيزي كاين فيلات، كاين فيلات ديال 900 متر، كاين قصورة باش تسميهم فيلات، كاين شي طوموبيلات خياليين كيتسيزاو. علاش؟ علاش في داكشي اللي تشوفو دابا عند شي واحد تقول واه راه هذا تاري عنده الثروة؟ لا، هذاك حتى هو مزرف وهو وصل للسيزي وتحيد ليه داكشي كامل. الثروة هي الا سولتيني قلتي الثروة، وداك الكتاب ديال ابي الغني ابي الفقير كيفاش معرفها، هي لو وقفتي اليوم الخدمة شحال من نهار ممكن تعيش. الا وقفتي اليوم الخدمة، الا وقفتك اليوم حيدت لك كلشي، جريت عليك من الخدمة وقلت لهم هذا ممنوع باقي كاع تشوفوا وجهه، ممنوع تدخلوا باقي لشي خدمة، شحال من نهار غادي تقدر تعيش؟ هادي هي الثروة. اما شي واحد تبان لك صايك شي طوموبيله ولا ساكن في شي حاجه، هذاك راه يعبد. يا باش نتفقوا الاخوان مزيان، الا كان داكشي كيشكل واحد 10%، الا كثر من داكشي اللي عنده راه مزيان. اما الا كان داكشي هي دايرو تيخلص عليه الكريديات ودايرو كريدي وكيتقاتل عليه وكيتقاتل على قبله،
ولا يلاه فهمتي دخل شي فلوس ومشى بحال واحد الدري صاحبي كيدخل شي فلوس مشى شرا البورش كاين بقى مرتبط فهمتي ابخي تزادوا عليه المصاريف ابخي ولا بقى بنص الثمن المشاكل. شوف الاخوان ما عمر تربط راسك بالماده، ما عمر تربط راسك بالماده، راه احسن حاجه في الحياه، احسن حاجه في الحياه ممكن توصل لها وتعيش حر، راه ماشي تسوق طوموبيله ولا راه عندي طوموبيله في المغرب الحمد لله وخليتها، عندي التزامات في المغرب وخليتهم، عندي ممتلكات في المغرب وخليتهم. احسن حاجه الاخوان راه هي تعيش حر، راه ماشي هي عندي وعندي 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 افاك شنو عندك، راه يكون اللي عندك وتعيش عبد راه خايبه. احسن حاجه هي تعيش حره الاخوان فهمتي، يعني اخوان رجع لك لسميت وحاول تحط شي ستوك ديال واحد 5 وتكون خدام في الواو بديتي كتدخل، حط واحد ستوك ديال واحد 5 حط واحد ستوك ديال واحد 5 باش فهمتي واخا تخرج من الخدمه وتكون ديجا خدام في الواب وكتدخل كما قلت كتدخل ثلاثه المرات داكشي اللي سميتو وحط واحد ستوك باش تعيش واحد 5 وانت مرتاح ما تحتاج حتى واحد ما جيش تحتاج لا خدمه لا والو وديك الساعه خرج. فريمون ملي كنت ما بغيتش فريمون ملي كنت ما بغيتش نمشي نكمل في الجامعه كان عندي واحد ستوك باش نعيش عامين فهمتي، ما بيان سور مصاريف قليله ديك الساعه تكون بقات عندي شي 70000 درهم بالنسبه ليا انا غادي نعرف كيفاش نعيش بها عامين، مي دابا حاليا ما نقدرش نعيش بها عامين، مي كل واحد فهمتي كل واحد تيمشي على 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 قد جيبو. و ما عرفتش اش نقول لك، وراه كاين واحد الاخ مغربي بالمناسبه راه كان دار واحد اللايف وكندوى على ليكسبيريونس ديالو بانه ستوكا باش يعيش 6 موا وداك المبلغ باش يعيش 6 موا راه ما يعيش مع به مواطن مغربي شهر واحد، ولكن ملي كتحط باش تقاتل راه كتقاتل، وملي كتحط شي هدف وانت راه الحمد لله راك موظف بثمن بمبلغ شهري مزيان جمع اخويا جمع تكون تدخل لي دخلتي، وهذا هو المشكل اللي تنطيحوا فيه الاخوان في المغرب. والوظيفه راه ما عمرها كتشبعك، راه الاخ اللي كيجيب 12000 درهم في الشهر من الوظيفه كتلقى عنده التزامات ب 15000 درهم وشهر على شهر والكريديات والمشاكل، والاخ اللي كيدخل 20000 درهم من الوظيفه كتلقى عنده التزامات اكثر. وكما قلت الاخوان راه حتى واش هو شحال كتدخل، ماشي هو كندخل تصور اني كندخل 3 مليون في الشهر وانا كنخسر 4، ما ماشي حياه، تصور اني كندخل 10 وانا كنخسر 15 ماشي حياه، تصور انك كندخل 5000 درهم وكنعيش ب 3000 مزيان، المهم هو اللبس مزيان واكل مزيان حتى ونمشي على قد وكل واحد يمشي على قد جهده. الاخوان واحد الاخ قال لي واحد الاخ جاوب قال لك التعليق ديالك هو رد على ما قاله راغب الاخ. بالنسبه للاخوان اللي بزاف الناس فهمتي كتنشوف هذا تسعل الفتنه، انا الاخ راغب كنت كنعرفو في زمان وما فهمتي بالنسبه ليا ما بيني وبينو حتى خلاف، الله يسهل عليه الله يوفقه. وانا الاخوان ديما الا بغى يحاسبني شي واحد يحاسبني على هضرتي، الا انا شي نهار قلت عندي فيراري يجي يدوي معايا يقول لي كذبتي عندنا خاي سيمون نسد هذا البروفيل ونسد هذا لاباج هادي ونسد السيت ونسد كلشي فهمتي كذبه وحده. الا قلت شي نهار قلتها ما عرفتش يقدر يكون شي اخ اخر قالها بيناتهم فهمتي قلت شي نهار راه عندي قلت شي نهار ولا كتبتها ولا شي جوج شهود راني عندي شي فيلا يجيب لي اي اخ ماشي هذا الكلام موجه ليه هو اي اخ في اي كذبه فهمتي قلت 200000 دولار داك 2015 دخلتها من عربي ادز يجي شي اخ يحاسبني عليها فهمتي من الناس ديال الواب المعروفين مرحبا ما كاين حتى مشكل ما فهمتي وداكشي ديال الاحتدامات والصراعات الاخوان انا ما عنديش معاه فهمتي واللي عنده شي هضره من الناس ديال الويب كاملين الكبار مرحبا به فهمتي انا ندير ايفنت نخلص نديرو مناظره نجلسو واحد في واحد في وجه واحد اما داك الرطان من ورا الكاميرا دا والله يوفق كل شيء والله يسهل على كل شيء والله يسهل على راغب والله يوفقه كما قلت الدراري فهمتي راه الاكثريه ديال هاد المشاكل هادي ما كتنشبش مني انا ولا كتنشب منه هو
كتنشبه من لي فان ولا مشيتي ترجعتي حتى المشاكل ديال المسلم والبيك وداكشي كتلقى فريمون كتنشبه من لي فان. راه شفتاش قال عليك كون كنت حتى انا شي واحد متسرع تلقاني مع فين تجي كتب لي هذا دخلت انا طول وعرض وكدا وسميتو نلقى عاوتاني حتى هو يجي يطلع عاوتاني بعد غدا حتى هو فين غادي نبقاو حياتنا كامله هكا. مي الله يسخر ليه الله يوفقو ولي فان الدراري فهمتي شوف شي حاجه اللي تفيدك الاخ كيفيدك خذ من عنده شي حاجه كتفيدك انا اللي كنفيدك خذ من عندي شي حاجه كتفيد. الناس كتعصب ساعه كتخرج شي هضره فهمتي بحال اللي قلتي راه تجي شي ساعه كتضر في كلشي فهمتي ساعه لله كتجي شي ساعه كتعصب تتخرج شي هضره ماشي هي هذيك ساعه لله والله يوفق كلشي. اخ سيمو ما افضل واش تخدم خدمه نقيه مع الاستمراريه ولا تبقى خدام سبام وطرق سريعه في اي مجال وخاصه الريسكين. خويا شوف في الاول كلشي كيبدا في الاول كلشي كيبدا بالزيكزاك وبالمناسبه ماشي غير انت اللي تبدا زيكزاك ولا انايا ولا بالنسبه لي اخوان انا راه بديت كنبوستي الفيديوهات في يوتيوب باش نتفاهموا راه البدايه ديال حياتي راه بديت كنبوستي فيديوهات في يوتيوب ما عنديش راس المال وكنكتب عليها فهمتي تحط ديك التصويره ديال التيم بنايل ديك التصويره فهمتي كتكون اتيرون تشوكون شي واحد مغوت ولا كدا كدا ولا سميتو كتقول ليه لمشاهده الفيديو ادخل على الرابط وانت داك السيت راك حاط فيه الادسنس لمشاهده الفضيحه ادخل على الرابط. وحاجه اخرى اللي كنت خدامين في داك العاد كان يوتيوب وكان تيك دوت كوم كان ديك الساعه تاع كان مزيان ف اي حاجه كتكتب فيه كترانكي مزيان في جوجل صافي كانت فهمتي اي حاجه مقاد جن روبو كيبوستي في التيك فضيحات سميت ممثل ولا فضيحات سميت مغني ادخل هنا تحات فهمتي والناس تستغل بان راه دي مليون شاك موا ديال العرب كيقلبوا على فضيحه اكوا الاخوان كانت البدايه فهمتي مي جمعت واحد راس المال فلوس صافي ومشيت كنخدم فيسبوك ادز وادورد ادز يعني البدايه ديال الاخوان توعد ما يقول لك لا اخوان راه باغي ما باغيش ندير الريسكين والكوبي رايت وكذا هاني تدو لك اخويا اللي كنت في الاول مي اللي عيب هو ان تلقى فهمتي تبقى حياتك كامله هكاك اللي عيب هو تضرب واحد العام هكاك وباقي فهمتي وباقي انت هو انت وباقي انت في نفس المرحله يعني الاخ فانت نحاول نتفكر لك سميت واحد السيت السيت تصبر غادي نشوفوه غير هنايا راه في كاع لي زوطه اللي يكونوا معلقين اللوغو ديالو راه تنساو عليا السميات هاد السيت ديال الاصفار السيت ديال الاصفار راه عرفتي داكشي ديال السيت ديال الاصفار راه عرفتي داك التخلويض باش بداو راه شي روينه كحله واليوم صافي ولتي تتحكم في لي ريفيو ديال الاصفار وكيتحكم في روينه مي ملي كيعاودوا على قصص حياتهم وكيفاش بداو فريمون تسمع داكشي تقول دونك ماشي غير انايا يوبر ماشي يوبر اير بي ان بي القصه ديالهم كيفاش بداو كيبوستو في كريغليست الاخ ممكن اي واحد يرجع للقصه ديالهم فهمتي يعني حتى هما راه ناس عاديين كما كتدخل انت كتبوستي في افيتو ماروك انونس وديك الروينه حتى هما دوزوا داك الشيء وشوف دابا اليوم فين ولاو كيدوا في دي مليون ديال الدولار يعني ولكن كما قلت اللي خايب هو تبقى ديما هكاك تبدا هكاك وتبقى ديما هكاك وتبقى بدا الريسكين كما قلتي كتستعمل لي كيورد تحاول تستعمل لك التايتل ديال شي جو معروف كيدوز ليك كتحاول تستعمل السميه ديال شي رسوم متحركه هذاك الشيء في لو ديبي مي ابري غادي يوليو عندك الفلوس غادي تكرس سدنت لي كونط غادي تبغي شي بيزنس ستابل راه غادي تبدا تقاد لي زابليكاسيون ديالك وغادي تريكروتي ناس هنا وغادي يقادو لك لي زابليكاسيون ديالك والافكار ديالك وتولي تقاد كلشي ديالك وكل شيء كيبدا دقه واحد الاخ كتب لي بوكينغ لا اخويا ماشي بوكينغ راه كنحاول راه اجي يكون معلق غير هنايا تريب ادفايزر على حقيقه الطواله كامله دي ريستورون دي زوتيل
تيكونوا معلقين تريب ادفايزر شحال عندهم مثلا، تقول لك عندي راه جيب 4.3 على 5 تريب ادفايزر الاخوان. شي واحد لقرا القصه ديال كيفاش بدا وداك الشيء، تريب ادفايزر واع روينه روينه روينه، مي عادي لو ديبي. ياس جلال بسطاوي تريب ادفايزر خويا. هشام ماركوس، اشنا هو لافونتاج ديال الانترنت ماركتينغ الى عايش في امريكان؟ خويا عندك كاع لي زافونتاج اللي ما عندش الدراري مساكين، عندك اخويا باي بال، ما عندك كاع الليميت بحال مساكين الدراري اللي عايشين في المغرب ولا الجزائر ولا مصر. مصر ولات كفس، حنا في المغرب مصر شحال هادي كانت مزيانه، حنا في المغرب الا كانوا عاطينا 10000 درهم في العام مصر صاحبي نزلو لهم $100 وراه الموت. يعني هذا افونتاج، عندك باي بال ما عندكش ليميت. شنو اخر في باي بال؟ الكريديت كارد اصلا عندك واحد لافونتاج مهم هو راه كتمشي كتشد كريديت كارد، راك عارف انت النظام ديال الكريديت كارد راه كيسبق لك الفلوس. يعني راه انت واخا ما تيسبق لك الفلوس طال راه الشرع تيقطع لك. يعني مثلا تيعطيك 20000 دولار كتصرف مع راسك صرف 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 حتى يقطع لك في الاخر الشهر، ماشي تي ياخذ لك الفلوس ديبيت كارد سيستم المغربي. واخا تيعطيك فهمتي ديبيت كارد هي اللي كثيره عند الناس في المغرب، كاين هذا الكريديت كارد، مي كي كدير ترانزاكسيون كيقطعها لك. كي كدير ترانزاك عندك اخويا لي زافونتاج بزاف، بلوس انك راه عايش في بلاد تشوف فيها كاع داكشي طاري قدامك، وكتشوف بلي الناس كتخلص اونلاين، وكتشوف الناس بلي كتريزيرفي اونلاين. هي هذيك تشوف الناس راه كتاثر بها، تشوف واحد راه كتاثر به. اما اخويا حنا راه عشنا في المغرب الحمد لله وكبرنا في المغرب، راه ما عمر شفنا شي واحد شرا اونلاين في حياتي كامله. انا ما عمر شفت شي واحد شرا اونلاين قدامي في حياتي لا يومنا هذا، ما عمر شفت شي واحد شرا دار ترانزاكسيون اونلاين ولا شي حاجه طرات اونلاين. من يوبر ملي دخل المغرب راه قطعوه. يعني راه وكما قلت راه كتاثر داكشي اللي كتشوف حداك. مثلا اخويا نعطيك واحد القضيه، جي انا فهاد الصباح هذا حتى البارح وفرحت ان بزاف ديال الناس في الفيلاج فاش ساكنوا ولاو كانوا دوك كيجريو مع الصباح، فهمتي تيشوفني تيقول لي راه انت اللي، وانا عارف هاد القضيه فهمتي، واحد شي عاجي واحد واحد شي عاجي واحد وغادا. السلام بسيمو، والله كنشكرك جزيل الشكر اخي، الله يخليك هاي السيمو، فرحتينا الله يفرحك اخي السيمو. اخويا ماشي انا ما درت والو بالمناسبه، الدعوات هادو ندوزهم للسيد مولاهم. واحد الاخ البارح كان جا طلبني على كونت ديال جوجل بلاي، والله يسهل عليه الله يوفقه. دويت معاه كنفكر ان من هنا شي 15 يوم ولا شهر لقاو شي حل، ما يمشيش فين رجع للدار. وقفت اللايف مشيت كنجري للدار، كي وصلت لقيت الميساج ديال واحد من المحسنين ما نذكروش سميتو، قال لي الاخ صافي راني دويت معاه، راني عطيتو كونت ديال جوجل بلاي وراه غادي نديرو اون كونتاكت مع شي ناس باش يعاونو يعطيو كودات وكذا باش يبدا. وهذا الشيء اللي كيعجبني في حياتي الحمد لله داير بناس طوب، فهمتي الدراري صحابي العشران كذا المعارف سميتو. هذا هو الشيء اللي تيبان لي استفدت من السيمو لايف، الشخصيه ديال السيمو لايف ولا هذا اللايف ولا هذا البلوغ ولا هذا الباج فيسبوك ولا هذا الصداع ولا كامل استفدت الناس. فريمون كتكون شي حاجه الله باقي انا كنفكر فيها كيفاش اجي نلقى لها حل، طق بحال هذا السيد هذا البارح دوا معنا باقي كنفكر كيفاش من هنا ما جيتش ما تفكرش.